السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم احمد خالد. النهاردة جايين نتكلم عن فيديو جديد. زي ما انت ما شفت كده في بداية الفيديو دوت شكل التليفون الاندرويد بعد ما اتحول لشكل الاي او اس او لشكل الايفون. فالموضوع ما اعتقدش ان هو هيبقى صعب، والشرح باذن الله هيبقى سهل جدا. احنا في الموضوع دوت هنستخدم لانشر، دوت لانشر اي او اس 14، لسه ما نزلش اصلا ال 14، بس دوت اللانشر بتاع الاي او اس 14 محدثين لك الشكل بتاعه يعني. ومخليه لك احنا دلوقتي بنجرب اتنين لانشر، بنجرب اللي انا بفتحه دلوقتي دوت وبنجرب لانشر تاني. ده اعلان، فاحنا مش محتاجين دوت، هندوس على الاكس كده. هنا بيقول لك متابعه، هندوس متابعه. هنا لو دوسنا على اول واحده هيقول لك حمل تطبيقات تانية علشان تقدر تخليه شكل المتجر. لو دوسنا اوكي كده هتلاقيه حولنا لجوجل بلاي علشان نقدر نحمل التطبيق التاني اللي هو الدايره دي. طب تمام، خلينا نخش كده على الشكل بتاع اللانشر دوت ونشوف شكله من جوه عامل ازاي. ممكن يبقى شكله مميز عن اللانشر اللي احنا جربناه في بداية الفيديو. دوت الشكل بتاع اللانشر زي ما انت ما شايف كده، شكل يعني انا شايفه تقليدي مش مميز خالص. تحس برضو ان هو اندرويد، عفوا الرسالة دي هتجيلك لو ما خليتش ان هي تتفتح على طول للكل. المهم انا شايف ان هو تقليدي قريب جدا للاندرويد، هنخليه للكل. قريب جدا للاندرويد، تحس ان هو ما لهوش علاقه خالص بالايفون. حتى الشريط بتاع الاشارات من فوق برده ما لهوش علاقه بالايفون، كل حاجه تقليديه. طب تعالى نجرب كده ننزل السحبه من فوق، مفيش برده نفس بتاعه الاندرويد. طب من هنا نفس بتاعه الاندرويد، يعني فاشل جدا 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 بسرعه. ما اعتقدش ان دوت اللانشر اللي احنا محتاجينه، ولا حتى شريط من تحت ولا من الجنب ولا اي حاجه، مفيش اي حاجه راضيه تظهر. فانا شايف ان اللانشر دوت مش اللي هو يعني، بلاش برضو يعني نغلط في حد، بس مش اللي هو يعني، مش مستحب، مش اللي هو خالص، مش اللانشر اللي احنا محتاجينه خالص. دوت شكل تاني يعني، مش هو خالص. خلينا نمسحه ونجرب بقى اللانشر التاني اللي انت شفته في بداية الفيديو. دوت بقى هو اللانشر المظبوط بمعنى صح، اللي هو حاجة كده جايبة من الاخر. وهو اللانشر دوت اللي انت شايفه قدامك ده، اللي هو دوت هتدوس عليه كده فهيبدا يفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه دوت، وبعد كده هيبدا يعد معاك 3 ثواني او 5 ثواني حاجه زي كده على ما اعتقد يعني، بس بيتهيالي يعني بنسبه اكبر 3 ثواني. ايوه 3 ثواني اهو، هيبدا يعد معاك 3 ثواني، 3 2 1، وبعد كده هيبدا يدخلك على الاعدادات من جوه. هنا بتقول له ان انت عايز تفعله كوضع اساسي، فهيدخلك على صفحه في الاعدادات علشان تقدر ان انت تفعله. بعد كده هيقول لك الاذونيات بتاعته، هتدوس متابعه، وبعد كده متابعه تاني، بعد كده اوكي انيبل ناو. هندوس على اوكي انيبل ناو ديت دلوقتي، فهيدخلنا على الاعدادات بتاعه التليفون ذات نفسه، فهنفعل الخيار دوت وهنرجع تاني. عفوا انا خرجت بره خالص بالغلط، عفوا خلينا نرجع تاني. المهم هندوس تاني برده اوكي انيبل ناو، فهيحولنا لصفحه تانيه علشان يحط لنا الاشعارات بتاعه الاي او اس. برده هنفعل دوت كده، هنخليه كوضع اساسي للتليفون، وهنرجع تاني وهندوس برده اوكي انيبل ناو. فيبدا معانا يقول لنا عايز الشريط اللي تحت اللي هو بتاع السهم الرجوع والسهم بتاع الخروج ولا لا. انا مش محتاجهم، بس هما اللي تحت ديت هتتشال ومش هتبقى باينه. طب تمام، دوت الشكل النهائي بعد ما خلصنا يعتبر، بس لسه برضو في شويه اعدادات بسيطه كده هنظبطها مع بعض علشان ما يحصلش اي مشكله معاك. هنا بيقول لك لو نزلت من هنا ينزل لك اشارات، من هنا ينزل لك الاعدادات، لو طلعت من فوق هيطلع لك كذا، بيعرفك كل حاجه. هنا بيقول لك ان هو محتاج تفعله الاذونيات بتاعته، طبعا ديت الاذونيات بتاعت التليفون كله، يعني انت مالكش دعوه ببقيه الاذونيات ديت ما عدا الهوم سكرين او الهوم اب اللي هي موجوده في النص دي، يعني اول واحده ديت انت مش محتاجها. خلينا نرجع تاني كده برده علشان اوريها لك، ونفعل برده الاذونيه قدامك. ديت اول واحده انت مش محتاجها خالص، مش محتاج ان انت تعدل فيها اي حاجه، هي كده مظبوطه. وتاني واحده ديت برده كده مظبوطه، طبعا الطريقه بتشتغل على كل التليفونات. تالت واحده ديت اللي انت محتاجها هتفعلها بالشكل دوت، هتخليها هي الواجهه الرئيسيه. وبعد كده رابع واحدة وخامس واحدة وسادس واحدة، دول كلهم انت مش محتاجهم خالص، يعني ما تعدلش اي حاجة في الكلام ده كله، انا بفتحهم لك علشان تشوف الشكل بتاعهم من جوه يعني. فانت مش محتاج اي حاجة من هنا خالص غير اللي هي هوم اب. تمام كده لحد دلوقتي كده تمام. طب تمام، خلينا برضو نخرج كده ونشوف برضو الدنيا هتبقى عاملة ازاي بعد ما خلصنا الشكل بتاع الاعدادات كله. الشريط اللي تحت بتاعت السومة اللي بترجع اللي بيخرجك لبره وترجعك لقدام دوت اختفى، الشكل في الجوانب بتاعتها، الشكل اللي تحت. لو جينا هنا من ناحية اليمين، من ناحية اليمين ننزل هينزل لنا شريط الاشارات دوت، خلي بالك من ناحية اليمين نزل لنا الشريط بتاع الاشارات دوت. ممكن نعمل الوضع بتاع الليلي، ممكن نعلي الاضاءة، نوطي الاضاءة. هنا بيقول لك لو عايز تسمح بالوضع الليلي هندوس يس، فيخش يقول لك فعل التطبيق، هتفعله بعد كده ترجع تاني. المهم خلينا نجرب تاني كده من ناحية اليمين، نزل لنا الشريط بتاع الاشارات. هنا الصوت وطي خالص، هنرفع الصوت على الاخر، الصوت كده عالي. الاضاءة انا شايف الاضاءة بتاعه لو بتوطى، بس انت علشان دوت فيديو يعني فمش هتشوفها، بس هو متحكم برضو في الاضاءة.
يعني ديت الاعدادات كاملة. وفي هنا برضو تصوير فيديو، دوسنا على تصوير الفيديو فيبدا يقول لنا ان هو عايز السماح او هو معنا صح الصلاحيات علشان يقدر يصور فيديو. بس انا كده كده انا كده كده بصور فيديو، فمش محتاج ان انا اصور فيديو تاني. يعني هنا برضو بتنزل اعدادات تاني، خلينا ندوس تاني كده. لو دوسنا هنا وجينا هنا عند سكرين شوت، ديت برضو بتعمل سكرين شوت للشات، هندوس موافق وهندوس سماح ستارت. هنا بدا ان هو يعمل لنا سكرين شوت. المهم احنا كده عملنا السكرين شوت، الاشعارات بتيجي من الناحيه الثانيه في الجنب، اوريها لك برضو دلوقتي. دلوقتي انت تقدر تعدل في الشكل بتاع الاعدادات، تقدر تاخد حاجه تنقلها من مكانها، تغير مكانها، تعمل اللي انت عايزه عادي. وبتدوس في الاخر خالص فوق خالص على كلمه دن اللي فوق ديت، فبتثبتها على الوضع اللي انت ثبت عليه. هنا برضو ممكن تبحث في الشريط بتاع البحث دوت، لو نزلت بالسهم كده لتحت هتبحث في الشريط بتاع البحث على اي تطبيق انت عايزه او اي جهه اتصال او اي حاجه انت عايزها. طب تمام، لحد دلوقتي كده الدنيا تمام. هنا برضو لو جينا نخش وندوس هنا كده يفتح لك الحاجات اللي انت كنت فاتحها، بس هو برضو محتاج منك الصلاحيات، محتاج ان انت تديله الصلاحيات بتاعته. هتخش على اي او اس لانشر وبعد كده هتفعل الصلاحيه ديت، خلي بالك من الاسم فوق خالص هو اي او اس لانشر، بعد كده هتخليها اون وهتخرج بره خالص. انا فتحت الحاجات اللي انا استخدمتها، نيجي ندوس تاني كده ونشوف بقى. هندوس هنا كده فهيجيب لك ان مفيش اي حاجه مفتوحه لان انا مسحتها كلها. طب تمام، لحد دلوقتي كده الدنيا تمام. هنا برضو الاعدادات، بقيه الاعدادات بتاعت الاي او اس كلها، هو تقدر تغير في الاعدادات اللي انت عايزها. هنا القفل لو عايز تقفل الصوت، لو عايزه سايلنت، الاعدادات، السيتنج، مش عارف ايه، كل حاجه انت عايزها. وهنا برضو شريط الاشعارات اهوت، كل حاجه تمام. يعني لو نزلت من فوق خالص من عند من فوق خالص كده من التليفون من اليمين، هنا لو عايز تضيف تطبيق للمفضلات، لو جيت من فوق خالص من اليمين ونزلت كده لتحت فهيبدا ان هو ينزل لك شريط الاشعارات. لحد هنا كده انا شايف ان الفيديو بتاعنا دوت كده يبقى خلص. لو انت اول مره تشوفني ولو انت اول مره تشوف فيديو ليا، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، اشوفكم فيديوهات تانيه جايه كتير، لايك للفيديو دوت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.